السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على معلومات صادمة، وين تكشف أسباب غياب رياض محرز. أنا على بالي أنا نقول لكم احنا على بالنا باللي من الماتش تاع الكاميرون تاع 1-6، هذه قضية في الماتش تاع الكاميرون زاد التارجت. تما كانوا كنا نربحوا من بعد زدنا أقصينا في كأس إفريقيا بنقطة بمهزلة لما صرات 24 منتخب، خرجنا مع ثلاثة توالا ماشي مع ثلاثة الوالا. هذاك بارمي لي 103 دروك، حنا المدرب غير هو، اللاعب غير هو، هما اللي دينا بهم كاس افريقيا. على الاقل على الاقل ما كاش كاع قدناك وفتنا 103. حاجه اللي شدت مباراه فاصله، يعني مباراه فاصله، كان اللي يقول لك مباراتين، لا مباراه فاصله. عندك ميتو في الميتو، في الميتو ميتو كنا رابحين 1-0، والدوزيام ميتو خسرنا 2-1. هذه هي ميتو في الميتو، ما كاش الهضره، باش يكون على بالكم. هي اللي شدت، هيا وطردت بعد المباراه، طردت كاين بالرحمه، كاين محرز، كاين بالفوضي، كاين بزاف. وين عارفين شا كاين؟ هما راهم عارفين خير منا، خير منا بزاف بزاف بزاف، هم عارفين خير منا بزاف. وين شاهدنا التصريحات يعني تاع كمال مهوي اللي الحمد لله اللي برا، كان مريض الحمد لله اللي برا، وين دار تصريحات يعني كاس تاع عسل بصح فيه السم، فيه السم تاع اللفعه تاع زوج قرون، تاع اللي عندها القرون، اللفعه اللي عندها القرون. وين قال باللي محرز من حقه يكون حاضر مع الزوجه تاعو راهي بالحمل. شوف كيفاش، وانايا من هذا المنبر نطلب يعني من الشرطه لمكافحه المخدرات، يعني ان شاء الله بربي يسمعوا كيسموه كمال مهوي النهار اللي قال لهم يعني كاين لاعبين في شومبرا، وين قذبوهم في شومبرا، قال لهم بالفيديو، وين كاين فيديو راه عند الاتحاديه الجزائريه يعني، وشهد طبا وشهد رئيس اتحاديه على بالو كلش، رئيس اتحاديه ماشي هذا السابق. يعني انا نتمنى ان شاء الله يعيطوا لكمال مهوي من اجل مكافحه الممنوعات، يعني نهار اللي قال لهم الغبره والكيف يعني في فيلا في اعالي الشراقه. نتمنى ان شاء الله بربي كمال مهوي يعطي هذه المعلومات للشرطه ان شاء الله بربي، نتمنى ان شاء الله. انا نتمنى ان شاء الله بربي، هذه نتمناوها ان شاء الله. خاطش عندنا الفيديو تاع كمال مهوي نهار اللي هدرها كاين، هو بروحو جوجل، تما دير جوجل يخرج لك هو. اقسم لكم بالله العلي العظيم، قال له ما تجيش تعيط ليا، قال له ما تجيش تعيط لي كيما ديرك، ما تجيش تعيط لي، قال له انت مش بيت خدم. صورتو الضربه تاع قديورة، وضربة تاع مبول تاع ماشي مدابز مع قديورة ومدابز هو في وجه، قالوا نورمالمون هذوم بليسينكم، ما عيطتلهمش على 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 كيسموه على فيغولي. قالوا جيب ابراهيمي راح جاب فيغولي، قالوا عندك بن طالب راح جاب قديورة، العبوا. خاطش هذاك محرز راه يتريني عند اكبر مدرب في العالم، يعرف الخطط، دروك هو كي شاف الخطه، حنا الناس اللي ما هدرتش على الخطه كاع، على المهزله تاع الخطه ما كاش اللي هدر عليها، تسمى قاسامه. وذاك المخضر تاع قاسامه ما صايروح، ما صارت الناس تبطل، خسرنا، غادي تشوف كي خسرنا نشوفوا روحنا كي خسرنا. هذه هي ذاك المخضر تاع قاسامه ما صاي ينتثر، صاي باش يكون على بالكم.
وإن يتواجد الدولي الجزائري رياض محرز في وضعية لا يحسد عليها أمام الرأي العام الكروي في الجزائر. يودي شو محرز؟ محرز كاين ناس سبيسيال اللي راهم يحوسوا كيفاش يقلعوه من ليستوار تاع ليكيب ناسيونال، يحوسوا كيفاش يقلعوه. نورمال النهار اللي خسرنا في اللي حصلوا فيه كل شغل هو دار عطار طروة. حنا اصلا لعبنا بدون صانع العاب، ما لعبناش بصانع العاب، ما لعبناش بصانع العاب كاش. زيد كيفاش لعبنا الخطه قاسامة، المهم قاسامة حصلوا في محرز في الليل، مول بارتي حصلوا في محرز الغد ان شاء الله حصلوا في الشاب دين عمارة. مزية 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 وين اكبر كذاب، وين عرف كيفاش يجرجر الشعب الجزائري مدة 3 شهور. 3 شهور حساب قاسامة ايطو. ونعاود نولو وين الاتحاد، يعني الاتحاديه نتكلموا على رياض محرز. والاتحاديه الجزائريه لكره القدم كان قد اعلن الخميس غياب رياض محرز عن اول جولتين من تصفيات المؤهله لنهائيات كاس امم افريقيا في الكاميرون في 2023. وين نقولوا باللي المباراه هذه محرز مي كنا نربحو كانت النتائج الديكتاتورية، النتائج يعني اللي خلاتنا ما نروحوش لكأس العالم، النتائج اللي خلاتنا نسمعو ناس يقول لك ما عندناش الوقت باش نجيبو جديد، خاطش على في ماتش عميكا نحوسو نربحو، في ماتش تاع دراري نحوسو نربحو، في البحر نحوسو نربحو، في الأخرى خلاتنا تاع ما عندناش الوقت، إي مكاش الوقت، مكاش الوقت، ضيق الوقت، ضيق الوقت. تفرجها في التلفزيون، تفرجها تبعد احمد في التيك توك بالك يجيب لكم الماتش. وما زالت هذه الاتحاديه يعني وين تكذب بامر مامورين، هذاك مكلف بالاعلام مامور. انا نقول لكم وكشف علي بن شيخ المحلل لقناه الهداف ان معلوماته خاصة تؤكد أن تبريرات غياب النجم سكاي بلوز غير صحيحة. وصح، وصرح قائلا حسب معلوماتي محرز لا يعاني من أي إصابة وهو من طلب إعفائه فقط، وبهذا التصرف كأنه يقول للمدرب لا تستدعيني مجددا. وعلى نفس النهج وانصار الفرنسي الشهير رومان موليان حيث غرد قائلا الإصابة دبلوماسية في نهاية الموسم بالنسبة لمحرز أمر كلاسيكي بالنسبة للعاب يريد الغياب عن معسكر الدولي. وتعرض محرز لانتقادات لادعة عبر مواقع التمشيقة. أنا جاي مع محرز، ما كذبش عليكم، جاي مع محرز نهار اللي نشوفوا يعني المستوى ونشوفوا لاعبين شباب ونشوفوا ناس بيتخدم فما كنجو ضد محرز. أنا هاكا نهدرها فما كنشوف محرز. محرز خاطش يتريني عند أكبر مدرب في العالم، كاش اللي يجي يحشي له يعرف راه في الصطاد ويشوف. محرز يجي يلعب كاس صانع ألعاب، يلعب لعبنا بزوج ريكيبيراتير. محرز روحو قولوا له اللي يحصل في قاسامة، روحو قولوا له اللي يحصل في قاسامة، قولوا لمحرز يحصل في قاسامة، روحو شوفوا محرز اللي يحصل في قاسامة. هذه باش يكون على بالكم. محرز يبقى ليستوار تاع كرة القدم الجزائرية. واش دار محرز؟ مكاش لي دارها أبار زيتوني، أبار زيتوني برك الله يرحمه، ومليان مكاش لي دار كيما دار هو. زيتوني اللي كان رايح للريال مدريد ومليان حتى جا محرز، مكاش لي دار كيما دار محرز. متالي كاع محرز شيكور ويبقى شيكور تاع كرة القدم الجزائرية. انا راني نهضر انا واش راني نشوف، ما خاصنيش الناس تجي معايا يقولوا لك وراك، يقول لك راك ليشان. خلينا الناس اللي يعرفوا بولا يعرفوني شراني نهضر. هذوك لي كومونتو راني على صح، راني على صح، بصح هذوك اللي يجوا
انت ما تعرفش، ما تعرفش كلمه، ما تعرفش عرفوا غير نتوما. نهار اللي وليتوا نتوما تعرفوا، حنا دخل في دخل فيكم عمود تاع بغل. كي نتوما وليتوا تعرفوا دخل فيكم عمود تاع بغل. هذه هي، هذه هي الهضره.